السلام عليكم. اليوم حبينا نشوفكم تقدم النمو لنبات خبز النحل عندنا بالمزرعة، وراح نصور لكم التخضيرة مالته. الحمد لله طلع بكميات جيدة. طبعا هو ينزرع كل 70 سنتيم شتلة أو شتلتين، لأنه راح يتضخم النبات، يصعد تقريبا يكون ارتفاعه مترين. لكن هنا عندنا في بعض المكانات سقطت البذور من العام الماضي وطلعت بصورة غير نظامية، لكن إن شاء الله نعالج هاي المسألة فيما بعد. بالمناسبة، ممكن نبات خبز النحل ينقل كداية؟ العام الماضي جربناه، نقلناه داية من مكان لمكان وينجح النقل مالته إن شاء الله، ومثل ما تشوفون ولله الحمد هذا كله مزروع نبات خبز النحل، وهذا منحلنا اللي في الصورة مبين. ضروري النحالين يبنون فتشي لمنحلهم، لأنه مرات الصيف يكون لاهب والشتاء كذلك يكون قارص جدا، فحتى تحافظ على النحل مالتك من البرد ضروري يعني تبني لهم فتشي يحميهن من الظروف المناخية الغازية. وإن شاء الله يا رب يكون عام خير علينا وعليكم، ونتمنى لكم كل التوفيق، وإذا عندكم أي سؤال ممكن تسألونا ونحن نجاوبكم بخدمتكم. في رعاية الله.